مرحبا اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من صوم وتصح مع الدكتوره كريمه عبدو اليوم الحلقه التاسعه اليوم تاسع رمضان ان شاء الله تكون اول عشر ايام مرت عليكم بسهوله وحب وخير وتستمعتوا لتعليمات الدكتوره بس دكتوره انت امبارح عملتي ضجه في كندا ليه؟ الجماعه بقول لك خلاص احنا حنبطل تدخين بس بالليل حنروح نعمل شيشه. فايه رايك؟ إنت عارف سهرات رمضان واللعب مع الاصحاب وال انت عارف حضرتك يعني مساء الخير اولا عليكم يا رب يكونوا مضيتوا الايام اللي فاتت في صحه وعافيه يعني يا رب وموضوع التدخين هو موضوع خطير جدا واحنا ما اخترناش نتكلم فيه الا لاخترته يعني اما بقى البديل ده اخطر واخطر ده اللي هتتصدموا بيه ف... يعني دلوقتي طبعا عشان الحظر وعشان كورونا ممنوع الشيشة نهائي من يعني عندنا في مصر هنا فتحوا الكافيهات والكلام ده ولكن ممنوع الكافيه اللي يضبط وفي شيشه بيجي اغلاق على طول لان طبعا يعني الخطوره بتاعه الشيشه الناس متخيله ان هي اخف من السجاير لكن ده للاسف فهم خاطئ جدا يعني السجاير لا يعني انا مش عايز اقول ارحم لان مفيش رحمه في ضرر ولكن خطوره الشيشه اكتر بكتير جدا من السجاير وعشان تعرفوا خطورتها يعني في جهات كبيره جدا وجهات مسؤوله عن الامراض الصدريه وعن ابحاث كتير جدا اتعملت على ناس مدخنين ناس مدخنين سجاير وناس مدخنين شيشه وشافوا التاثير اللي بيحصل. كل الكلام اللي بنقوله ده ده العادي وفي الاوقات العاديه، حط عليه اضعاف في رمضان. زي ما اتكلمنا امبارح وقلنا الجفاف اللي بيبقى فيه الجسم طول النهار واول لما بتيجي تفطر تروح معرضه للدخان وعمليه دخول اول اكسيد الكربون وتفاعله وامتصاصه للاكسجين اللي في الجسم نفس الحكايه بتعملها الشيشه. الكلام ده خطر جدا في الصيام يعني يمكن زي ما قلت امبارح ان في الفطار انت بتاكل بتشرب بتعمل فبتغسل عمليه غسيل مستمر. اما انت صايم فانت عبيت جسمك دخان بالليل وسبته بقى كده هو صمت وهو جسمك معبأ بالسموم لو احنا حبينا نتعرف على مخاطر الشيشه هقول يعني هم اثبتوا فعلا بالتجارب ان الدخان اللي بيتصاعد من ساعه واحده لان اللي بيقعد على الشيشه ما بيقعدش دقيقتين ده يعني الكلام والحواديت والحكاوي وممكن اكتر من ساعه يبقى ماسكها بقى الببرونه دي كده سوري يعني هي الليل اللي بيبقوا ماسكينه ده حاجه فظيعه يعني بتعدي الساعات وهو قاعد هم ثبتوا علميا ان الدخان والمواد المسرطنه اللي بتتصاعد من تدخين لمده ساعه واحده في الشيشه بتعادل سموم ومواد مسرطنه تخرج من عشرين سيجاره تخيل بقى انت في قعدة الشيشة اللي انت قعدتها دي الساعة دي دخنت عشرين سجارة متواصل ما فصلتش بينهم شوف الضرر اللي هيطلع عليك قد ايه يعني يعني بجد صحتك والله وحياتك وحياه ولادك وحياه اسرتك اهم بكثير جدا من المتعه، احنا في شهر رمضان، احنا شهر ربنا عمله هو واحد في السنه عشان نرجع فيه لربنا، عشان نشحن اجسامنا، عشان نريح معدتنا، وعشان نريح دمنا، وعشان نريح اعصابنا، وعشان نتشحن بالنورانيات الالهيه. مش عشان نقعد على المقاهي ولا في الدواوين اللي هم بيعملوها بقى بعيدا عن المقاهي أعداد كده في البيت وفيها ما ادراك ربنا ما عملش رمضان عشان كده ابدا يا جماعه، ربنا عمل رمضان لنستعيد حياتنا عشان نقدر نكمل السنه كلها كامله. تعالوا مع بعض كده نعرف نشوف الشيشه هي بتتكون من ايه عشان نعرف خطر كل جزء منها. الشيشه كمكونات كجسم يعني الشيشه بتتكون من ثلاث اجزاء. <applause> الجزء الاول اللي هو الرأس بتاع الجسم اللي هو الحجر بتاع الشيشه. <applause> ده عباره عن مصنوع من الفخار في ثقوب طبعا بيتحط فيه اللي هي ماده الدخان المعسل او على حسب النوع اللي هو او المسمى اللي بيسمى بيه. طبعا بيتكون من ايه؟ بيتكون عباره عن إيه عباره عن التبغ ومع التبغ نشاره خشب ومعاه مصاصه قصب بعد تجفيفها وفرمها عسل اسود وطبعا مش هيجيب لك عسل اسود سليم ويحطهولك في في الدخان او المعسل بيجيبوا العسل الاسود اللي تلف لإن طبعا شركات الدخان عايزة تكسب فبتروح تجيب العسل اللي باظ اللي بقى اكسباير وانتهت صلاحيته وبتستعمله في عملية صناعة التبغ ديت. طبعا الكلام ده ممكن يضايق ناس كتير ويزعل ناس كتير وخصوصا الناس اللي هي ده مصدر رزقها بس احنا بنقول اللي يرضي ربنا ورزقنا على الله. <applause> يعني ايه صحتك أهم من أي حد يزعل يعني. قلنا مصاصه القصب والعسل الاسود التالف وفي ايه تاني؟ مكسبات الطعم والرائحه وطبعا مكسبات الطعم والرائحه دي كلها مواد مسرطنة غير كده بقى بيحط لك طبعا ريحه التفاح، ريحه الفراوله، ريحه الـ 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 الاناناس، الـ ريحه الكابتشينو النكهات اللي النكهات دي كلها حاجه بقى كمان اكتشفوا المواضيع دي اتعملت عليها ابحاث كثيره جدا ان هم بيجيبوا المربات مصانع بياخدوا من مصانع المربى صناعه المربى المربات اللي فسدت وصلاحيتها انتهت وبدل ما يرموها بيبيعوها للناس اللي هم بيصنعوا التبغ ده فبياخد التبغ ريحه الفكه المصنعه منها المربى لكن طبعا بغض النظر إنها فسدت وإنها انتهت صلاحيتها وإن اتعرضت للعفن أو اتعرضت للرطوبة يعني كل الكلام ده أنت طبعًا بتدخله جسمك بيتعمل كوليكشن جميل كده من الحاجات دي كلها وأنت بتقعد تستنشقها وتستمتع وبتطلع طبعًا الدخان اللي بيطلع محمل بالروائح دي محمل بريحة الفاكهة محمل بريحة ال... النكهات أنت طبعًا بتستمتع بالكلام ده غير الجليسرين اللي بيحطه كماده كيميائيه عشان يفضل التبغ دوت محتفظ بالليونه بتاعته والرطوبه بتاعته مده طويله انت بتعمل ايه بتعمل ايه انت مدرك انت بتدخل جسمك ايه يعني يعني انا مش هقول لك كل بعقلك اشرب بعقلك بقى يعني حكم عقلك حكم ضميرك في نفسك لان نفسك دي هتقف يوم القيامه ولا تزول قدم عبد الا لما يسال هتسال عن نفسك انت عملت فيها ايه لانها امانه امانه ربنا ادهالك تعالوا بقى للجزء الثاني اللي هو وعاء الميه طبعا كتير مننا اللي هو القاروره بقى ديت اللي بتبقى فيها الميه كلنا او معظم الناس اللي بيدخنوا الشيشه بيقولوا ان الدخان بينزل في الميه وبيتلطر وبيرجع تاني لينا نظيف فدي كده صحيه طبعا دي يعني مش عارفه كدبه يعني هدس. هدس يعني انا عايزه اقول لك فطشه كبيره يعني فما ما تصدقش الكلام ده اللي بيحصل ان الدخان المواد الكيميائيه اللي بتتصاعد نتيجه عمليات الاحتراق اللي بتحصل للمواد اللي انا قلت لك عليها دي كلها بتنزل في الميه طبعا اهمهم اول اكسيد الكربون اللي بيدخل وبيرجع تاني يخش الرئه بتاعتك ويتحد مع الأكسجين اللي موجود ويعمل لك تخيل أنت لما بيبقى البني آدم حصل له كورونا بعد الشر وحصل بيها نتيجتها نقص أكسجين الحال بيبقى إيه؟ هو أكتر حاجة بتدخل الجسم في المتاهات نقص الأكسجين فأنت بتعرض نفسك من غير كورونا ومن غير أي حاجة لنقص الأكسجين في جسمك كل يوم عشان إيه؟ عشان شوية الدخان اللي بيطلعوا في الهواء اعتقد صحتك اهم بكتير فطبعاً كون انك تفكر ان المية بتفلتر الدخان لأ ده المواد الكيميائية والمعادن الثقيلة وال... وكل التفاعلات اللي بتحصل نتيجة الاحتراق بتنزل في المية وبترجع لك تاني انت بتاخدها بتسحبها تاني شيل من دماغك بقى فكره ان الميه لان كل ما بقعد مع واحد بيدخن شيشه او يعني مثلا يبقى خلاص ربنا كرمه وساب السجاير ابص الاقيه بيشرب شيشه طب ليه يا ابن الحلال يقول لا 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 الشيشه ما ضرر ده بتتفلتر طبعا ده الكلام ده يعني غير صحيح تماما وده كلام علمي وكلام ابحاث وجمعيات كبيره جدا في السويد وفي انجلترا وفي بلدان كثيره في العالم قامت بابحاث كبيره على الموضوع ده بالذات. تعالى بقى للجزء الثالث، الجزء الجميل اللي انت بتجيبه في جيبك ولا لا لا ده انا انا سيف يعني انا مامن نفسي. وجايب المبسم بتاعي وجايبه هو مبسم بلاستيك وديسبوزابل بغيره ومفيش اي حاجه يعني لا طبعا حضرتك بتحط المبسم ده بتركبه على الخرطوم الخرطوم بقى دوت هو ما بيتغيرش حتى لو الخرطوم انت بتستعمل خرطوم خاص بيك فالخرطوم ده مشكله المشاكل كل المواد المسرطنه والمعادن الثقيله والغازات السامه بتترسب على جدران الخرطوم طب تقدر تقولي الخرطوم ده انت بتنظفه ازاي ما مش معقول كل لما بتدخن مره انت بتجيب خرطوم جديد لا انت بتجيب مبسم جديد ممكن وممكن تحط المبسم في جيبك تستعمله اكتر من مره لكن ما بتجيلش خرطوم جديد يعني فالحاجات اللي بتترسب والمواد السامه اللي بتترسب جوه الخرطوم دي انت بتعمل فيها ايه؟ كل دي بتخش على الرئه. كل دي يعني حرام عليك، حقيقي ايه ايه؟ اه لو انت استحليت صحتك في الايام العاديه فاحنا في رمضان بنقف واقفه مع النفس. في رمضان بنقول لعلكم تتقون، حط العباره دي قدامك اللي ربنا قالها، كتب عليكم الصيام عشان تحقق التقوى. عشان تحقق الصحه تحقق العافيه لان جسمك زي ما قلت امبارح انت مسؤول عنه وانت هتسال عنه وهتسال عليه ولادك محتاجينك حياتك محتاج ان انت تعيش بصحه محتاج ان انت تعيش بنقاء ما تفضلش قاعد في وسط الناس عمال بتكح وتعبان ما تبقاش عرضه هو انت عارف دلوقتي اكتر ناس بيبقى عرضه للاصابه بالفيروس الناس اللي صدرهم تعبان فانت ليه تحط نفسك في الريسك ده عشان ايه عشان تدخن الشيشه او تدخن السيجاره والله كل ده ما هينفعك وانت وقت التعب بتقول يا ريتني الزمن يرجع بيا وسمعت كلام دكتوره كريمه وما استعملتش الحاجات دي طبعا إيه انت بتحرم نفسك وبتحرم جسمك من الاكسجين اللازم لحياتك بتحرم اسرتك إذا كنت بتدخن في البيت بتحرمهم هم كمان بتحرم ولادك وبتضرهم وهتحاسب عليهم فيعني يا رب هم الكلام مش محتاجين كلام كتير قوي عن الموضوع كويس قوي كده احنا نعرفه واتمنى ليكم الفائده واتمنى ليكم الصحه والعافيه وتصوموا وتصحوا بامر الله واشوفكم على خير في حلقه جديده وموضوع جديد باذن الله. السلام عليكم صباح على خير وشكرا يا دكتوره كثير على النصائح شكرا لك. على خير. العفو دكتور العفو انت من اهل الخير مع السلامه